أهلا بحضراتكم، وهذه التغطية الهامة والمرتبطة بقضية معروفة، القضية المعروفة عالميا بمستريح أسوان، على خلفية ما شهدته قرية الشرفة في مركز في محافظة أسوان من حالة من الفوضى، أيضا تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص، وقاموا بتحطيم منزله لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بعد شراء مواشيهم بنظام الوعد فيما عرف إعلاميا بمستريح المواشي، حيث تم حبس نحو 19 متهم على خلفية هذا التجمهر. ودعونا نستقر سويا نص البيان. أمرت النيابة العامة أمس 15 من شهر مايو بحبس 19 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، منهم 16 متهما لاشتراكهم في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف وإشعال النار في مسكنين والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفة، والتعطيل أيضا العمدي لسير وسائل النقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام وإتلاف عقارات وسيارات. كما أمرت النيابة بحبس 3 متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية وذخائر والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك في مركز إدفو بأسوان. أيضا كانت النيابة العامة قد تلقت إخبارا في 14 من شهر مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، أيضا إحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم وضبط 19 من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحرير بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع. فباشرت النيابة المختصة التحقيقات حيث استمعت لشهادة مأمور مركز شرطة أطفو بشأن الواقعة وانتقلت لمسرعها لمعاينته. بعد المعاينة تبين أن هناك تخريب بوحدة صحة أسرة نجع الشرفة وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وأثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم سيارة خاصة أيضا واحتراق بسيارة أخرى، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة ورفع ما به من آثار وفحص السيارة المحترقة وبيان طبيعة المواد المعجلة الاشتعال بها، وكلفت لجنة من الوحدة المحلية لتحديد التخريب الحاصل بالممتلكات المشار إليها وبيان قيمتها وتحديد ما إذا خلفت الواقعة يعني بعض قطع للطريق العام. كما استعلمت من الإدارة العامة للمرور عن مدى وجود تعطيل لسير وسائل النقل العام بمكان الواقعة، وكلفت المهندس الفني بوحدة المرور المختصة بفحص السيارات المتلفة لبيان ما بها من تلفيات. أيضا طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وطلبت تسجيل الكاميرات المطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستجوبت أيضا النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نصب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وجار استكمال التحقيقات. إذا استقرأنا سريعا البيان الصادر الآن، شكرا لمتابعة حضراتكم. إذا كان هناك المزيد بخصوص هذه القضية، قضية مستريح المواشي، سنتابعها مع التلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.